بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وحن إن شاء الله تعالى قد قلينا دروستين إنو سعتي كنا صاب سنة كتاب كأها مجمل وصول أهل السنة والجماعة وحلقة ذي نسدحات عن كبلا بين مانتا توحيد الأسماء والصفات وموضوع لحريره الإيمان بأسماء الله وصفاته موضوع خصابسا الإيمان موضوع عادو قد بلارنا بل دينة إسلام كشملنا يا معمم آيو مركي وصوع رورو في النصوص من الكتاب والسنة لفظ الإيمان يضعين لسعنين الإسلام وحسوك ذاقل يا دينة إسلام كدمان الظاهر والباطن موضوع عمركا حلي رهدا وتاج العقيدة قارهان الأسماء والصفات ومضح يا أساسك عقيدة ذا وأنا موضوع لحريره الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله لبقي وضب مركا هلكا وضى سعداء تقسيم التوحيد مركا لقي بنايو علم هذا باعتبارات كلج الدول لأن شيء واسك مصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح لسكمنا عيبنايو مركا قارب الله وقيبيان مركا لقيبنا يو لبقي بوت التوحيد العلمي الاعتقادي إيو التوحيد الإرادي القصدي وتوحيد الألوهية لو جيدة قيبتن ورا مركا العلمي وحل سقوك يعني توحيد الربوبية إيو توحيد الأسماء والصفات قيبتن سا مركا لسقودها التوحيد العلمي الاعتقادي وحانا سيدا لغم غعابي لأنه علم يتلقى عن الوحي المعصوم سيدا أنصو تقريرني مسائل العقيدة وتوقيفية وحي شرعيك إيا وحيك قصو أروري وبالغو قابصنايا وحي مجالك لأقياسي وغفرا ما لها مركا والشي مركا وحيك وقصو أروري والصغي ومسلمات إيا قطعيات إيا ثوابت دينية مركا قفك مسلم كان مركا واعتقادنا وآمنا يو. طيب قبت المركا انت عانا قيلين لابد ان انت المانو اشارات يركب حينو قواعد مهمة في الاسماء والصفات يعني اشارات ير وإلى علماء وحي كألفين خطبة قونية سدي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كتاب قشر حي أي أجرى لو يقانه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته أصل كيسة وحيسكال كتابك المجلب وها قبر قطريتة كاملة الكواري لدها يا إسكاله شيخ أبركا شرح نفيس أيو صاري أدنى وتفصيلي وأنا مهم سيدوك شيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر سقنا حليها الشرح أسماء الله أسماء الله الحسنى آية سجنة موضوع بلارن وجهد لي لكن وإشارات ير أنت عنك بحنا إن أنا قايل لي قضب قضب كقواعد وقواعد لحريرته أسماء الله وصفاته أولا أن أسماء الله وصفاته وأفعاله حسنى بالغة الحسن إلهي مقعيده يس يتلمامه يس وتلمام وناك بدن قرح بدن رميستيرن إن عوالبا كرميستيرن والله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وبصفات الجمال جملة وتفصيلا الله سبحانه وتعالى وحلوه تلماما يا صفات رميستيرن إيه تلماما قرح بدن وأنا كصفي سيهي الله سبحانه وتعالى حليهي قرآنك كريمك ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها. الله وحا أسرنا ذي مقعيا وناك بذن مقعيا ذا قبريا مقعوا البوإلهي مقعيا ذي سكمدنا وحا كبحيا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى رمان مركا مقعيا ذا الله ومقعيا قيمة بذن رمي استرتي معاني الحسن والكمال والجمال يعني وناك يا رمي استرنان يا قرحبة ومقعيا رمي استرنان قاعدة ذا سوى قاعدة ذا كوات إلهي مقعيا ذي سا إن أيهين مقعيا وناك بذن صفات كيسانا صفات أدو قيمة بذن وصارع قاعدة ذا لبات أنها غاية الكمال في كل شيء في معانيها وفي ألفاظها وفي حقائقها وفي ثمراتها. الله سبحانه وتعالى مقعيدي سي صفات كيسة وصفات يمقعيد رميسترا حق معناها ووحا يتلماما يعني معاني ذي حنبار سيهين ومعاني رميسترا لفظي أهان أي مركة وناك يا قرح يا كمال رميسترين حقيقة أهم بإلهي لوغو تلماما يا مقعي صفات الله سبحانه وتعالى مقعيدي سي صفات كيسة كمذا وحكر لنا يا قفك مسلم كان مركو آمنه مرأي وحكر لنا يا نتيجة هذه آد قيمة بغن قضبك السدحات وكمذا قواعده أنه لا يرد إليها النقص بوجه من الوجوه. الله سبحانه وتعالى صفات كيسة تلماميه إيسا مقعيد إيسا مرنبا كسو أروري مايو وحدي منانة يعني بخلاف المخلوق يعني بين آدنك عمر قر شبهة أما لو بحية مقعيد إلهي سبحانه وتعالى حادعي كرتاقف إن لو بحية مالك مالك وملكية لكن أسي مالك أها ومملوك دون إلهي بأسكاله وحلو بحينا يا خالد بلو بحينا يا خالد معي واري أسي خالد أها بروا لمن يا وان آسينا مركز ودرت هذا ما أها مقع كامل أه أما معنه كينسان أيه معنى قطبق ما يبقلك وبقل ما أها لكن إلهي سبحانه وتعالى مقع يديس معناها كدلنا أيه حقيقة بأبوس في سيئة وانا معنى مركع دميسترانه سيدي كان مخلوقا كدوا ولله المثل الأعلى مركع إلهي سبحانه وتعالى مقع يديس نقص ملها لمنان ملها عيب ملها ومقعي مركا دميستران دنع والبا مركا لفيريو إلهي مقعي ذيسا صفات كيسا أفعاشيسا قصو عروري مايو ذهنك إيو بن آدنك مسكح ديسا قصو دعي مايو وح نقصي إيو وح دمانان إنو تصوره مارنك إسكدا دعينا حيث سنيسا جرع إيو حنون إيو مرض كجرة قفك قلبي كيسا قضبك أفراد أنها حقائق وأعلام وأوصاف إلهي مقعي ذيسا أسماء ذيسا هي صفات كيسا وحقيقة سيدان تلماني معناها كدلنا أيه إلهي سبحانه وتعالى كصفية سيهي ذات أهم إلهي سبحانه وتعالى وصفية سيهي صفة أهان مقعاس هي معنيه سا هي وحا كدلنا أيه يعني مثلا أنصو قال أنه إلهي مقعي سا الرحمن إلهي سبحانه وتعالى اسم بويهي مقع الرحمن لبا صفة كدل ليس صفة الرحمة وإلهي سبحانه وتعالى إنه نحريس بذيهي آيات كدل نيسا حكدل نيسا أنه يوصل هذه الرحمة إلى عباده وكان بالمؤمنين رحيما مركا ويرادك يا أثر كدل نايو مقع والمركا إلهي مقع يديسا صفة ويكبحيسا رادك إيوه إلهي سبحانه وتعالى وحكى لنا إيسا مركا مقع وكتل ما ميهي إنه إلهي سبحانه وتعالى تطبيقهان ترجمهان وحكى لنا لها إنه إلهي فلية سبحانه وتعالى هدي أقولتهاي هدي متقان حكمة إيتهاي هدي نحريستهاي إيه وهل مجر وحصور راع مركا أصماد وحلي رهدا وأعلام إلهي بي سبحانه وتعالى تصنيان ويعلم قصفيسا وهكذا وأوصاف تلمام إلهي سبحانه وتعالى لغو تلمام على الحقيقة مركا إلهي سبحانه وتعالى مقعيضة إيه صفاتك
sida uu marka uu sifeysan yahay xaqiiqa ahaan waxaa ka baxayaa marka mowduucan qolooyin lumay oo ahlul ahwaa'i waziiqi wadalaali ka weecday ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkiisa iyo magacyadiisa inay sugaan ayaa marka qaybahan hadda aan tilmaamayno dhammaan ka baxayaa oo hadda aan majaalkanu fasaxaynin in aan dul istaagnoon ku dheeraano. طيب قضب كشانات أنها توقيفية إلهي مغعية ديسة يصفات كيسة حنكو قاب صنعنا أنت أدلة أي سقطي قرآن كا يصنع صحيح هذا أنت أي سقطي أيان مركا كو قاب صنعنا إلهي مغعنا إيه سبحانه وتعالى يصف أولي هاي هدي أنصوينه وإن دليل كي سقي أولي هاي أما قرآن كا أما صنع نبي جينا صحيح هذا لكن الله سبحانه وتعالى مغعيذي سي صفات كيس انت صور ارتي صور ارتي قرآن كايو سنة بعد بيوتي ربذيهين انت انا كما كوبنو وإله سبحانه وتعالى ام بضن او انا اغيم بوليه هاي صدرت هذا حديث كي داراي دعاء المستجاب إله مغعيذي سي وحاكم ذها يعني بكل اسم هو لك مغعك استا اضليه هاي سميت به نفسك او انزلته في كتابك magacyadaas waxaa ka mid ah kuwa Ilaahay uu soo dejiyay uu isku magacaabay kutubta almunazzala waxaa kale oo ka mid ah aw allamtahu ahadan min khalqi ama Ilaahay uu baray khalqigiisa cid ka mid ah uu baray oo inta kale ayaan ogsooneyn tayib aw istaatharta bihi fi cilmi alghaybi Ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa waxaa ka mid ah qaar ghaybiyaadka ka mid ah lawxul maxfuudka ku qorano aanan ogeyn anaga marka waa adillada loo daliishado in ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa maxsuur cadad kooban 99 magac iyo wax lamid ah ayaan ku koobneen oo ay ka badan yihiin laakiin waxaan taqriirinaynaa oo qaadanaynaa ilaahay magac iyo sifaba loo sugi maayo ilaa waxa daliilka ku soo arooray oo sugay mooyaane qaacidada lixaad ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa sida aan soo tilmaanay إن أي عدد معين أو قوباً إن أيام كوبنينه كبديهينه نبينا صلوات الله وسلامه عليه مالك الشفاعة العظمى المقام المحمود والشفيعة وحصو أروري نبينا صلوات الله وسلامه عليه إنه لي هي مركو إلهي عرش جيس هوستي سكوس جوده إنه لي هي أدعوه بمحامد يلهمني الله إياها إلهي محامد يا حمد يا شكر ساعداس إلهي أو إلهامنا يبان خبري يا وأنتي مركا هر أنوسي أكسورين إن كبحسن أو مركا كبدن قيب تاس مركا وقواعد لا استعمال يا سوقتان كا إلهي مغعيه ديسا يسمى ديسا صفات كيسا أن بلاونا مركا قواعد ديني نو قرنات كو الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل ولا تكييف ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه حليهي أصلك إلهي مغعيذي سي صفات كيسة وإثبات ما أثبته الله لنفسه إلهي سبحانه وتعالى نفتي سوحي أصغي إن أصغنه إلهي سبحانه وتعالى مغع هي الصفات با وحي أصغي أصغي سدى سأنكو آمنين وغن صغينا إلهي وعليم وسميع وبصير مغع صفات كدلنا يسو أثر كسير رتب مايو إن أن أصغنه سيدو كالي أو أثبته له رسوله أنت إلهي أصغى وقرآن كقصو أروري مركان أصغنه أنت نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ورسولك ونوصه ديري إلهي ننقي قانه أنت أصغى وأصغينا نبينا السنة دي سسهي حذا قصو أرورتي مركا إلهي سبحانه وتعالى مركا مقعيذ أي صفات كأن أصغينه وحن اسكيلا لنا هنا من غير تمثيل إلهي سبحانه وتعالى خلق جيسا إنهم كشبهنا
وإلهي سبحانه وتعالى ذات ديسة مركان تلمام مينه إلهي مركان لنا وسميع وبصير مقل يا أرق بمصبني أرق يا مقل كاس كش به مينه كين قرنيني خلقها أولها من آدمك يا مخلوقاتك كلمة وإليه المقل لكن معها كي إلهي سبحانه وتعالى أوكله مركا تمثيل يتشبيه ملها ولا تكييف كيفيين قاب كاسو إلهي سبحانه وتعالى مقل كيسة يا أرى كيسة له مينه لكن وحان سوينا إلهي سبحانه وتعالى أسماء ذا صفات كاسو أسوسوغي نبي كيسنا وأسوغي طيب وحاسدو كالإلهي أن كأنفنينا وأن كهفينا وأن كطهرينا وحا أسقى نفتي سوء كهفي أو نقص يعيب يوحي لمذا إلهي سبحانه وتعالى وكنا زهين هاي أننا وكنا زهينا أما أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا نبي جيس وحي أوك أنفيي وكنا زهين طيب مرك إلهي سبحانه وتعالى تنزيها أن زهينه وحي أصغى سكن زهي أما رسولك يسوء كنا زهينا إذن من غير تحريف لفظي وإن معنيه سيانا بدل ألفاظا تحريفك هي تعطيلك هي تمثيل هي تأويل هي ألفاظك لولا ماذا بقى ويسوء أروري سائم فربض المركز عقيدة ذا كتبته ذا أخرين يسوء وحامرك هالكاس للي هي صفات كاس يقرمهاس قفك مسلم كمركو الصغايو وإنه إسكا إلاليو مزارق ده ما لها أي كسن برير حذين قلو ينكا لو يقانو أهل الأهواء أما الزيق والضلال قلوين كاللومي بابكن كو مركا فهن قلدن كقاتي تحريف كمركا وكلمة معنيه أي لهيد إن تكوي عيسو معنى كلي أدوي عيسو إيدو وح تصينايو أما مركا صبابين أي إنجرين أرنتا وحا قاتي وكصفيسا قلوين كاللو يقانو نفاتو الصفاتي كوبا أنفيو ديدة إلهي صفات كيسا إلى سوغان أو جهمية ذا إيو معتزلة ذا إيو ومن نحى نحوهم وحكى لأو أيقنا صور راعة ولا تعطيل إلهي مركان أسوغي إنو صفات إيو مقع قابك أسوغي 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 نبي كيسا أسوغي أنا نكن زهي إنو إلهي وحا أنا نعن منه سيدوك لو حنكفو أنا ولا تعطيل تعطيلك وحاوي إن الكلمة دي أطبع بإسو معنه أي لهاني لهت وأترهده سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلهي سبحانه وتعالى ومقلا دغلان واركا ان دلان نحن حد كدعدي وحي إلهي سبحانه وتعالى لغن زيلا نقص إلهي سبحانه وتعالى ان كهفيني يا كمال كي مسوغ له اي كهر ما نيسا تانا مركا وا كلمه دي معنيها قادن له ان الباب ايسو ماشي كسارته أرنكاس مركا لبادا دينعبا إثباتك إلهي صفاتك صفات الكمال والجمال إن أصغنه مع تنزيه هدنا أن نزهن وحنا نعن مين إلهي وحكس أروريي بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى عد شبه دو أما مثال كيس يتساليه سعد لمدأ ملها حقاز وتنزيه إلهي سبحانه وتعالى عدنا لغوش به كرين مخلوقات كيسة طيب حقاس إلهي مركو إسكاء فيي هدنا وحوص صغي إن أمقلنا ليه أرقنا ليه سداسا صغينا صغي 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 قابكا وليه مينو مركا ساسا مركا إلهي سبحانه وتعالى إثبات يتنزيه وضجره صفاتك يمقعيذي أن أصغينا وحا إلهي أن نعن منه أن أغن زهينا مركا وحيرة مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص نصوص تنادى سميع بصير معناها أي كان سنة سنة أنه أمركا رمينين صغين وما دلت عليه وحا أي نتسسي أصمادا إيا صفاتك قاعدة مركا إلهي مضعيدي سي صفاتك سائنا أصغنه وحي أصغى قرآنك وصغو صغي الله نبقيننا صلوات الله وسلام عليه السنة الصحيحة وإلهي أغسغي وأيو أصيقى نغي قانا إلهي سبحانه وتعالى وأنا معلمك إلهي أنوصو دري
مركا وحن مركا جمعنا إنا إثبات مع تنزيه إلهي إنا أصبنا أوصافتي يوم عيدي يتلمامي أصغي سوسوي نبي جيسنا أصغي أنا قد نعك كلنا إلهي وح أنا نعنا من أما كمال كيسة إيو وناجيسة كهر إيماننا نو الله سبحانه وتعالى كن زهينه. طيب حنا وحجا قضب كلوات التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقطع خطأ، ومنه هذا قرر يا صح ومنه ما يقع خطأ وحاكله كمدة وحخلق خطأ ودعه سقفه يكما يذون اللقو تلقيرين مركة تمثيل أو تشبيهة يعني إن الله سبحانه وتعالى أدخلق جيسا كشبه ده وشي مركة ممنوع وانا الله أقولين هي التعطيل إن إلهي مقعي ذي صفات كيسا آد معنى ترته هذا هو كعرر تشبيه بيكن سنيسا لبضى الرموت وفي أسماء الله وصفاته إلهي مقعي ذي سيا تلمامه سيا لغو سمية وتمثيل هي تشبيه لبضى أبو حكاد لنا يا قال لما وكفر بويري وأنا سذاوي هذا إلهي سبحانه وتعالى خلق جيسا كشبه دنا وحتكون عدي محذور فلا تضربوا لله الأمثال إلهي تصالها وصو قاضننا خلق جيسا إيه أتكش به إيسا المخلوقات كيسا. طيب تعطيل هذه إلهي أسماء دي سيو صفات كيسا آد معنى ترتنا هذا وحا صوبح يا إلهي سبحانه وتعالى عدم وحن انجرين إنه ما شيء صوبح دو مركا الله بضع الرموت قفك دو اسكدها دعيه وقاتو آمننا وحكذا لنا إيسا مركا قال لمو يدين لآن أقول صهري تحريف كلمة معنيه أي قاضني لهد إن تكبد يشو الله سبحانه وتعالى حصاروري إن وليه يقعن بل يداه لبقع موت بل يداه مبسوطتان الله سبحانه وتعالى وحل قر دينا يا يهود مرقى إلهين يد الله مغلولة إلهي قعن تيسا وقعن أنا وحبي حينين واللابن أي الله سبحانه وتعالى يري بل يداه مبسوطتان الله سبحانه وتعالى لبدي يسقع موضوع قوة في تسنوه داق إيو فضل إيو مركا إنعام نعمة بحيه خلق إيسا قارسية. طيب إلهي مركا لبقع موت بوصف طيب طيب إذا قعن لقع عبرين ويسو أرورت تبارك الذي بيده الملك هذه مركا يدي سو أرورتي أتكعر توتر هذا قعن لغم فصيرايو حلو فصيرايا نعمة أما نحريس أما قدرة أيام كفا سيريا مع هذا قعن شيغو تي مخلوقاتكو كالي وي كانيسا وانك عرريا تا مركا لما أقول وكلمة دي معنيه قاضن إليهد أدبدشو تانا ومدى أوليه ومدى يقوم غعابان أهل البدع تأويل تأويلك سدح معنو قاضن يا معناها كواد أي مفسرين تأوبديهين وتفسير تقدرت هذا الإمام ابن جرير الطبري كتاب كيسة وحقوف السيري تأويل القرآن أي تفسير القرآن مركا التأويل بمعنى التفسير وسيدة المفسرين تأوبدين أنا الصحدة وحاكا لإذن تأويل كالقرآن فسوء أروري هل ينظرون إلا تأويله تأويل كاسنو حنقنية ما يقول إليه الأمر نتيجة وحا وحا وكل ماني دونه يا وحا وكل ماني دونه شيء حقيقة ديسة كان تأويل باليرة هذا لبضاس بسكو ما خلاف صنع وصح لكن تأويل كسدحات ومتك قلوه إن كان أهل البدعة أي استعمالان أيقو قرن أيو قصد كأي أجيدانه تأويل كوذا وحي كوذان صرف اللفظ عن ظاهره يعني اللفظ معنيه وقاذن لها إلا تكوي عيسو معناك لو قاذنين إن المركز أولي حسو وامد قادة أن تلمامينه إلهي
قعنتيسي لغوت الماما قدرة أقول لغوت الماما. وجاء ربك مالك قيامة ربي قاقا إيمانا يا هدين محان لها. وجاء أمر ربك الله سبحانه وتعالى عرش بو شاكتي نوليه ذو العرش المجيد عرشي وحلوه فسيري ملكي بقرتوية طلع عبوي مركا كاسو وكالي كان وامتك أوليه وتعريفك أي قلوي إن كان أي أبحي إن تأويل كان وحوليه فمنهما هو كفر قاركي سوحو قارسي سيها قال لهم هذه معنيه كلمة أي لهذا حقيقي قاها أتكوريكتو أنا إنكرتو هكذا لنا إيسا قال لهم هكذا لنا إيسا هكذا أو إذن تأويلات كاس باطل كاستعمالها قول هذا باطنية لو يقانو وقيبت شيعة إسماعيلية ذا وقرآن كوحيليهم حليه هي لبا معنى مدنا وظاهر مدنا وباطل كان ظاهر كذلك عامض يوم بايقانان باطن كان وحانا قانا أنا قول وسيدة تقولوا يمكن قال هذا كنيسة هذا هو وين بادرياشا فأيقا أيدها نجونجاجي إلى الياليال أيقا ضدك هيقايا ضدك انتو ذكرين وحيكا سوقاذين قوندو وآري هاد بماشي دون الله كحيني حقيقة تمانا سيدة انت انتا كنيسة هذا كحيرا وخيار ملها مالي والبو ماشي للرب الله كحيني عقلي وحلقو فكر ملها قلوا إن قاسوا حيرهان وبيقاذنا يا سمعا وطاعا سدوا يهلو قاذنا. طيب قلوا إن كمركا هلكا سيدتك كحرين وعيد إن كتابك بيبلك وضوضنا إيسان لكن إذن كمبي فهمي كرتانو أنا قبا قرن كرنا. طيب أيها هاي مركا الله يستوي قلوا إن كدو حيلير مركا قرآن كظاهر كيسا عامد يددكا سفهمي لكن باطن كأنا وخاس نوي باطن كنا وحبوسا حمبار سنين ببيل آذيا عجائب له. يعني مثلا وحاكمت حياله هذا وقص ليس الوضوء وكله ويسده وحيليه وعبارة عن ولاة الإمام ويسهد الوضوء مقاش باطنية وحي أتقان وإمام كأنه لا أطيعه ويسد الشرع جهاد بمشى لك توري وضوءه طاعة الإمام تيسك إيمانه. طيب الزكاة وحيليه وتزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين ونفتي أولا طهيره وحا اعتقادك باطل كأيها أيها يستان وقفك مركا طهير نفتي سامك قرحيه زكاة الشرع جهد الشيكة بحيسة كعبضاس قريق إلهي كتاله لطوافايه حيليه كعبضاس وأرورتي حلو جيدا النبي باب كذا الباب كذا وعلي الصفا والنبي جينا مروة وعلي جنة اللي شيء جايو وراحة الأبدان عن التكاليف قفك إنه التكاليف بكر كنسته كراحيسته نار تلاشي جاي ونفط هذا إنا طبتو طاعة عبادة يصون يذكر صارتون وهو نار تلاشي جاي حقك مرك دينه هاي وبابا تاس مرك وحليه هاي وقالمه وتأويلاتك باطنية ذا أي قبانه كان قال لما كدل نيسا ومنهما هو بدعة ضلالة كتأويلات النفات كتأويلات نفات الصفات وجهمية ذي ومعتزلة ذي وحي لمدك أي أيقنا معاني ذا سيدا أبو عياره تحريف كسميه إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسا ماشي أي لهذا ذي كوي عيان ملك للا آذه تانا إذن درجات كيذا وحب حكومة يا علماء مدنا وباضي نمو هي ضلال وهي قرر قال لما يقرسي سنتهي قيبت أغوطا بيسو ومنهما يقع خطأ وحاجرة إذا نوح قدعه خطأ خطأ مثل المركم في رنادة كتب المفسرين وحكب وحا تأويلات نوع عصوك وخلضاته علماء الإمام الشوكاني وكلا رحمة الله عليه كتب شراح الحديث من قد أقرصه وكب وحا كتبتي شاقين الإمام النووي رحمة الله عليه الإمام ابن حجر لكن تاوحي لين علماء قف كان شيخا عالم كان دعبي يرقني منهج ما ينهين لكن هو خطا كدعي سجن هو معذور وددالي خطا انا ولا صحيا سجن هو معذور ما دام اجتهاد سمي نبي قال انا صلوات الله وسلامه عليه ويرهدي قف كان حاكم كعالم كمركو اجتهاده
حدو مر والبوا مأجور إلهي حقي سأجر بالو وقريا حدو صوابك كهب سدونة لحولية هاي لما أجر بولية هاي حدو خلدمنا مر والبا اجتهاد كيسي أجر كيسي أيولية هاي. طيب مركا قليها المركا أيغانا نفاتك لو يقان وصفاتك إلهي وقلوينك أيغانا الرحمن على العرش استوى إلهي عرشك أي كسر يا مركا يفسر يا وحيلي استوى بمعنى هذا وبمعنى استولى وقبصدي ياها استيهرتي سوك قبصدي وخطأ مركا إن مركا معاندي أي سدى بدلان يدي إلهي أي كبدلان قدرة أي كبدلان وهكذا أما النعمة أي كبدلان يا نحريسي وأهلا مذه مركا تانا نتاسو شيخ أوتي الماميوي لبدا الرموض مركا التمثيل والتعطيل وحي جارسين ينقفك إما قالمه أو سدى أبضانه باطنية إيو وحيك لو لم يتكا أو صراعة إما مركي أوغو هو سيسو قفك إنو باضي نما إيو كواعدو منهجك توصناي إيو وددي سبيل المؤمنين مركا وحنا ووح خلط أدعاه أو مركا لو قصدين قضب كينا ستحاد وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج من الملة ماشنا ولا بقى الريموت او ايغنا قالما غارسيه قفكه امنه خلدنا عن صوت المعني مسادرته شريعه من كان كسو هدليني وحا الهي سبحانه وتعالى والصغي وحيغا معصوم كا كسو اروري ايو عقلك فيو اي صريحه امرنا اسكما هور ايمان كرانا قولوين كان وحي كدقمايا وح عقل فيو واقبلايو معها. طيب حيرة دي مركة وحدة الوجود وحدة الوجود معنى هذا وحوية هي كونك وحو البقو كو مغضة بناء آدن هالنقضة حيوانات هالنقضة وحو البقو مخلوق كو مغضة لفتي سيابة إلهية خلق كو مغضة مدو البقو وجزء كمذا إلهي سبحانه وتعالى مرك إلهي سبحانه وتعالى خلق جيساس أي متلايا خلق جيساس أي مرك متلايا أو إلهي سبحانه وتعالى لفتي سباة طيب قل ذنك الحلولية ذا طاوما يقن كدويهينو إلهي سبحانه وتعالى وحو كل حمل مي ذات أهان تيسا مخلوقات كيسا وسيدة قل ذنك قال ذا يأمن سيهين نبي الله عيسى قارو حيكوليهن أسيقى لفتي سابه إلهه سيد إلهي بقوت المامي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إن الله هو المسيح ابن مريم إلهي عيسى لفتي سابه إلهي وأكسي قدبين وحيدهن إن الله ثالث ثلاثة إلهي وسدح قيبوضه عيسى وقيب كمده طيب مركا مرنا إلهي سبحانه وتعالى وحيليهن ذات أهام بقول حجر عيسى مرمر ساس إليه المرن وحيليهن عيسى لفتي سبا إلها ذات أهام بإلهي بقول حجر عيسى مرك الله له وقيمة المرك الحلولية ذا إنا إلهان مخلوقاتك إلهي سبحانه وتعالى قول حسوا ولفت وضيبا إله با مرك لبضى الرموت بحولية هاي مدول با حقارسين يقفك قال لما يدين لآن ولا بعقيدة أوقفك قال لما جارسين يسوع أما حلوليها النقطة قليها لإله سبحانه وتعالى مخلوقات كيسة يقول حملي هاي أما إله سبحانه وتعالى مخلوقات كقوم مقد لفت وذا بإله با مركا لبضع الريموت با ولا بضع الريموت أو قال لما قفك جارسين أيو عقيدة داس وحدة الوجود كا يعني وحاء من سن قيبة كمتة فرق دا مسلمين تا ونسبة شاكتا ايا مركا ارنتاس قبا قار صوفية دا كمدنا وإلا من سيهين مركا ابن عربي ننكي لديه جري ايو فارابي ايو قلوين با مركا كتبا كألفي وارن مركا معروف حيليه العلماء فكر اهان وحوها فكر قديم لكن وايدي دنب انتو ذي بطنيت وايد برقوين وقتي دولة الإسلام كأي كسو دولين قلدي لديه جري التطارك وحي كدن بيه
ويراضي لكن ولي بقايات آمن سن هدبا ولا هليا لكن ولبا الرموت وإله سبحانه وتعالى مبدأي توصناي لقى آمن لهاي توحيد كهاي اعتقاد كي صحيحة كهر إيمان أيو عقل بن آدم وأرنت أقبلينا ملها مركا عقل كستا أو سليمنا أرنك وديدة يا مركا إن إله سبحانه وتعالى إيو خلق جيسي سدى لصور أحضره دي وح عقل يكينا إيمانها نصوص شرعنا وح كهر إيمانها أيو. الله سبحانه وتعالى مركو إرادة الحمد لله رب العالمين الإمام القرطبي رحمة الله عليه وعليه العالم العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى عالم حالي رادة وحكستا ومخلوقاتك كمذا إلهي كصهري وليهن حيليهم عالم كلفتي سبب إلهي مركا إن أنا لك لسوعين حكين إيسا مركا شيء إن نصوص نوعنا وقال قفك أوديده عقلك بن آدم كوحوسا أقبلينينا قفك إن مركا وحك الرادية الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى إنه خالق يهي وحي كصهري مخلوق يهي أي تلمام إيسا آيادا قلوين كاس مالها برامج كاس نفاس وقبرنان مالها مركا اللوضع الرموت با اللوضع الرموت إيدنا قال لما قفك قارسين آيو قفك مسلم كان إنه أرنتاس كفو قادو اسكن إلاليو أي مركا مهمة قضب كان أفراد الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف وإيمانك قيبتي سلوات برك الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقفك كسو قد بتيرك تيرك لبات والإيمان بالملائكة الكرام ملائكة إلهي كرامة بضناي إنه قفك الرمية صدوء الرمينا يا إجمالا دوب عدد كافرها بضن أنا قرني كرين وما يعلم جنود ربك إلا هو ورمينينا سدوا ضوبهان ملائكة إلهي ضمان إن عباد مكرمونهن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سداس إلهي أتل مامي أي رمينينا ترضو ذنين أي بضن داي وأي نبي قينا صلوات الله وسلامه عليه حديث كي كهدل معراج الإسراء والمعراج بيت المعمور وكعبة كتوصا وحوت المامي نبي قينا صلى الله عليه وسلم مال والبوح أسو حجية تدوات كن أو ملك ولقد ندب دمبار أسو نقنين مركا أدون أنت أجرة مال والبوح تدوات كن باكسو حجية قريقا بيت المعمورة وأدلة مركا كتوصين أيسو ملائكة إن خلقك كليك بضنتاي أدن أو بضنتاي مركا تراضوا إلهي بايقانا مركا سيقود أيان رمينينا تفصيل سمركا فهفاسنا وحان رمينينا وحي أدلة أي سقطي أدلة ما حي سقطي مقعيضة وضقيبها نولا شيئي وأدلة أي تلمامتي ملك جبريل باكمده ميكائيل باكمده سرافيل باكمده منكر ينكير باكمده رضوان يمالك أي هذه وأصحه أي آثارتي قصو أرورتي مالك قرآنك وقصو أروري لقى الرضوان والسكوها يستاء وخازن الجنة طيب وحاكمده ملائكة إذن حفظة إلهي سبحانه وتعالى هو كاشي من آدم كإن أعماش كقرته رقيب عتيد كيا كمذة وفر بذيهم وحان آمين إن مركا ملعيضة الصو أروري يعد إسكاله لبو وحكرون آمين إن أعماش وضع شقوين كأي كلليهم جبريل وحقاس بيهي وحي إن أقين أنبياء إلهي فرينتا أكل السدة إلهي إيو أنبياء إيسي رسوش إيسي ميكائيل روبك أبو إلهي سبحانه وتعالى هو كاشي إسرافيل نفقك صورك أفو فديس إلهي سبحانه وتعالى هو كاشي وشقدي سوى نوعا قليها حفظة بن آدم كإني أعماش إيكا قرآن وحي سيئات إيه حسنات أو يسمينا يعني. وهكذا أعماش هذا وحي نولة المامينة ورمينا ولازم إنا نقدرنا رمينتي بود مقعيض هذا عدة سوى أرورتي إلهي أوت المامي أدلة كسوى أروري يا أعماش هذا يا شقوي إنكو ذا قيبها نولة البامي تامركا ضدك أكوك لدوراني كرا
انت علماء اي تقانو عامه ما تقانو marka taas darteed uu yiraahdo bi hasab ilmi al mukallafi qofka mukallafka inta ilmigiisa iyo aqoontiisa ay leegtahay ayaa marka iimaankaana laga rabaa haduu jumlatan yahay iyo tafsiil haduu yahayba marka malaa'igtana marka inaan sida iyadana u rumeyno wixii adillada marka ku soo arooray jumlatan si guud iyo si tafsiil ahaanba inaan u rumeyno qodobka sharaad al iimaanu bil kutub al munazzala idan inaan rumeyno kutubta allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay جميعها ضمان تيدا وأن القرآن الكريم أفضلها وناسقها قرآنك أيان كتب تاس وكتابك وجودا بيئة صغى وغفض لبضن سبق لنا طيب مركا قرآنك وغفض لبضن أصغى أيان النسخي هذا كتب تاس وري ضمان وحي بدل كودا إله سبحانه وتعالى أيها وحي حمبار سنايين وحقها الله سبحانه وتعالى وحوري قرآن كالحديثة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ومهيمنا عليه أصدق أيها الشملية مركة قطبتي هوري وحي أي مركة حمبار سنايين حقها مركة أنت كتاب كاس إله سبحانه وتعالى فرقان وكسو دجينا محمدنا كتبتي هوري سدا سي منسوقه كنقطي حتى ساعدا عيد كنقمي كرتو ولا اقبل ايو ملها قدرت هذا النبي انه حاكسوا في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار مجرى قف اما يهودي اما نصارى اما طيب هكذا عدو دوني هالنقطه مضعو دوني هالبحر مجرى قف مقله نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه انه نبي الهي ادم به قاتم الرسل يهي كدبنا اصون رومينين سدا كدنت واهل النار الله سبحانه وتعالى قران في سوره هود حير ومن يكفر من الاحزاب فالنار موعده عد والبا احزاب تو حلو جيدا ددك دمان كوخها عد والبا او نبي محمد انا رومينين بوسك الله سو حاضرين دونو كدنبين دونو وانار marka kutubtaas marka hore hada dadba u dooda oo taqaarubul adyaan wax la dhahayo ka shaqeeya oo marka arimaha soo dhan marka wax ka jiro malaha kitaabka xaq ah lagu dhaqmi karo macmuulka ah cidi rumayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ku toosiyona uu yahay qof hanuunay cidi garab martana uu gaalada ku xisaaban yahay waa kitaabka qur'aanka wax ka soo haray oo lagu dhaqmi karo malaha kutubtaas maadaama taxriif ku dhacay lagu ciyaaray wax fara badan saasu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ugu nasakhay haddii shay xaqi uu jirana anaga aanfini mayno laakiin qaacidadan isticmaalayna wuxuu yahay waxaan fiirinaynaa kutubtaas wixii ku sugan wixii qur'aanka iyo sunnada waafaqana waa xaq weeye wixii markaa intaas laga waayo waafaqi waayona waa israa'iiliyaad iyo waxyaalihii lagu daray iyo taxriifaadkii ka dhacay ayuu markaa ka mid noqonayaa marka qur'aanka ugu fadli badan isagaana nasakhay wa annama qablahu tara alayhi tahriifu wixii kutubo ka horeeyay waxaa ku dhacay taxriif isbedel waa lagu ciyaaray naqsi baa lagu sameeyey ziyaada lagu daray marka wa annahu lidalika yajibu ittibaacuhu duna maa sabaqahu dadka waxaa marka waajib ku ah qur'aanka inay raacaan ayagoonan loo ogoleen inay raacaan kutubtii ka horeysay waqtiga nabigeena waxaa dhacday wuxuu arkay nabigeena salawaatu llahi wasalaamu calayhi sayidina cumar oo waraaqo towraad ay ku qoran tahay akrinaayo nabiga aada buu u xanaaqay wejigiisu baa isbedelay markaasaa wuxuu yidhaahday laqad ji'tukum cala albaydaa'i layluha ka nahaariha kadib ayaa wuxuu yidhaahday wallaahi low kaana muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci haddii nabi muuse maanta uu noolaani lahaa aniga nabi maxamed buu isoo raaci lahaa towraad kumuusan dhaqmeen marka saas darteeda cid marka laga aqbalayo kutubtii horeba ay ugu filan aman ku kaaftoomaya ma laha marka ina kutubtaas si guud ahaan alkutub almunazzala towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan iyo suxufi ibraahim oo muusa dhammaan inay kutub xaqa ilaahay soo dejiyay ahayd laakiin ugu dambeen isbedelkaas iyo taxriifaadka ay ku dhaceen إلهنا سبحانه وتعالى قلنا سخي قرآن كان وقلنا سخي أسجنا أويهي كتابك حق يتلنا إلى قيام الساعة
عد لغا أقبلايو وحكا لأني قاضتنا آن انجرين تانا إذن وحي كمتا إيمانك لغا باهين قفك مسلمك. قضبك اللحاد الإيمان بأنبياء الله ورسله إنان رمينه أنبياء الله ورسله يساء. طيب أنبياء وكتر بذيه الرسوشة يعني أثر وحاصو أروري الإمام أحمد غيرك ويسو صاران مرلسكو جيجي وسنة كيسة صحيحة إن ونبي جينا تلمامي عدد كترضى أنبياء إيا الرسوشة مركز قدره إناي بقول أفري لواتن كن إنايهين رسوشة أنا سدح بقول إلا سدح يطوان إلا شري يطوان هذه سدح بقول يلور يطوان إناي رسوليهين إنت كلا صهرتي أي أنبيائيهين رسوشة وحي كقد وينيهين أنبياء إلهي سبحانه وتعالى كتب عصب أي سود جيي ونديري مركا دد نبينا والنبي عصبان يسين أي نبي كهر ريي دين تيسي ولكن كتاب عصب أنا نجو سود جينين مركا رسوشة ترى ضد انتاس أي لغوت الماما أنبياء أنا يكسي بدينين أي أنا مركا ورمي لينا سيد ملائكة رسو مرنا جملة وتفصيلا تضوبهان أنبياء إلهي دمان ورمينينا. طيب سي تفصيلنا وحن رمينينا انت قرآنك كسو أرورتي شني لواتنك قرآنك لغشيغي أيان رمينينا إيو سنة نبينا صلوات الله وسلام عليه تكسو أرورتي. طيب نولشيغي تلمامه وضي أوصافت وضي شقوين كوضي وقتياد وضي وحي مركا أدلة أي سبتي. طيب وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر أنبياء يرسوش مركا لسكدره وحي كفض لبديهن ضدك انت وضاك لك يكفض لبدينه إلهي باكسو دورتي كنسو صعيدتك. ومن زعم غير ذلك فقد كفر قفك إلى أهدو أنبياء يددك وحو لحيو ملها واسكمت وقالوب إياه وحو بيرين إياه أرنتاس الله سبحانه وتعالى استفاها ودورتي إيو ماموسك إيو كرامينتا إيو حقا وكدجي أي أمرك أيو قفك نقون إياه قف إنكري سداسونك وقالوب إياه. وما صح فيه الدليل بعينه منهم وحي دليل كسو أروري أنبياء سقف كمده سدا ودليل كسو أروري بنو رمينينا. طيب نبي الله نوح وقت قدير نولاي قوم كي سقود نولاي سدا وكالي أولو العزم أو كرد بدناي رسوشة انتو ذاكالي مركا وحي أدلة أي سعدي سدي أي كسو عدي بان مركا وقاضنينا وغن رمينينا وجب الإيمان به معينا وحي دليل كسيقوري هانيذ وطل مامي سداساً مركا غارهان وقاضنين. ويجب الإيمان بصائرهم إجمالا وحي الدليل كسيقوني أهانيات وسنت المام يوصف كبحننا دودوبك قود أي مركا أيغن سوقليا. وأن محمدا أفضلهم وآخرهم نبي محمد بان أقودن به رسوشاس يام بيد إلهي السقا أيان أغفض لبضن بل وأفضل خلق الله إلهي خلق إيسا يأغفض لبضنها. وأن الله أرسله للناس جميعا إلهي بان ددك دمان ودري بل ددك ما هي مع الجن ثقلين ودمبا لو دري مركا الإيمان مركا بأنبياء الله ورسله سغن وحكمي هي أركان الإيمان أي حكمي هي. وأنا مركا أرين جملة وتفصيلا سدا لوغا باهين هي قفك مسلمك إنو أرميو ونقاطو. قضبك نوحي وتضوات والإيمان بانقضاء الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. قيبتا قيبتا هرمي فرع كتاي وحونا قوندا أغسو عليي قلوين بارنتاس إنكرسن أوليهن نبي نماذي مرة مانين حاكم إذا قلدا لو يقانو نصيريا سوريا أوكالي هادا قلدا كتالي علويين تا أوكالي هي قيبة فربضنا قاديانية أو إيشي أكجر أي أرنتا آمن سنو وهذه تلمامان إنه نبت كله لدى محمد غلام مرزا إنه كدم به ونبي كدم به وياه أحمدية ذا يقولوا إن كاسا من سام فكر كقاديانية ذا مركا أرنتا سيدنا إنه محمد صلوات الله وسلامه عليه وآخر الأنبياء ها وحي دم به أو إيمانا ينسوج إننا إنه سنجرين أي مركا إذا لازم قفكي آمنه نبي محمد نبي بكدم به قف كان واجهلوي حرد الإسلام بصين وكبحي وأنا فكر مركا خلدان. قضب كسديدات الإيمان باليوم الآخر ما رنت آخر إذا إنا رمينا
وما وكل ما صح فيه من أخبار إيه وهو البقاء أدلة أي سقطي أو كصاب سن مالك آخرة مالن عاد بلارن أسجنا جملة وتفصيلا سجود آخرة يوحي إيه رعاية أي رمي لنا تفصيلنا أنت أدلة أي فهفاهسي أي مركا إذا رمي لنا مركا وحيسو قليا وما صح فيه من أخبار يعني أدلة وحا أي سقطي قيبها مركا أدونك آخر كيسة أشراط الساعة على مدها ساعة قيامة دعي دونه لقب الله دجال مهدي وكسوه الرئيو خروج الشمس من مغربها خصوفاتك والقريرك يخصفك دعي دونه سدح داها نزول عيسى الملاحم في دنوينك يحروب تفراها بضان دعي دونه لما قيبها وحي رأسيهن الإيمان باليوم الآخر وأنا الرماحة تلماما يأتونك قبديسة هي الرماد كيسة أي تلماما يا كتب بدنا قيردي يوحي كتب بي قبرك أحواشي سي نعيم القبر عذاب القبر نرشن برزقية ذا لما رأيو يتفاصيش هذا أدلة إنت أي سقطي بعثي قبا كسي دنبيا رمان الرماحة أي وقفك مسلم كرمينا يا نشري نشورك حشرك صحفتي صراطك ميزانك حوضك الرماحة رمان وهي راعية الإيمان باليوم الآخر مركان قفك مسلم ك إنه الرماح سلمان رميه وأيدنا حكمتهن إيمان ك لوجا بعينها يتيرك يسير الصنو والإيمان باليوم الآخر وما يتقدمه من العلامات والاشتراط وقوى أنت المعني قضبك صقالات الإيمان بالقدر غيره وشره وقضبك لحاده وجودا بي أركان الإيمان إن أن رمينا إلهي قضيه سيقرشه سيوحي جانبوي إذن إن الرمين خير يشربا وحكم الله سبحانه وتعالى وقري صدى وقري أيونه رعايا من الله تعالى خير يشربا حق إلهي أي مركا كأهادين وذلك بالإيمان قابك الرمين إن الإيمان بالقضاء والقدر يوصي تفصيلنا يا عليه وذلك أرنكا ونقونا يا رمين تارمين إن الإيمان بالقضاء والقدر بالإيمان بأن الله تعالى إلهي عالم إنه أغادي ما يكون قبل أن يكون وحب دعي لها أدونك مالك وبلاوضي إلى آخر كأضم بيا وحب دعي لها إلهي هربه أغادي وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كدمرك إلهي علمك السابقة هاي شامل كاها وأرنك كهر مري هذا نوال قريو لوح المحفوظ كايا لغو قري كدب مشيئة إلهي وهو البوقت إلهي دونه يصدو دونه هذا الدعية وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن إلهي وحو دونه وأهاني وحسن دونين أهاني مايو فلا يكون إلا ما يشاء وحد دعية كون كان كدعية ومجرم إلا إلهي صدو دونه أي دعية وقرشيه الرئي إلهي وحكمي بالغوص عنيا والله تعالى على كل شيء قدير الله نوالا أقود له وحا دوني وأغادي لوح المحفوظ كله قري سدو دون بوهدن أفلنا يا أقود إذن وليه وهو خالق كل شيء فعال لما يريد والله وحو البنى أقود لينو أهيسيه عد وحا أسمينا إن عدك قبصنا يسو ما لها إله سبحانه وتعالى ولكن موضوعا حليه هي مراتب مراتب تنهد حقوش يجي هذا الكاس لكن نسكد المرينا المرتبة الأولى الإيمان بالقضاء والقدر رمينتي سواء رميسه والعلم أو أن تؤمن وتوقن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم إلهي علمك سشامل كأه إن رميسه وحيد علها وحيد عي حتى وحانا دعين هدو دعيلها قابو دعيلها إلهي سبحانه وتعالى علمك سشامل كأه يليه مركا علمك بلاران إلهي يليه وحو البوه غادي وقضبك قوات إن رميسه قدب كلاباتنا أرن كاسن إلهي اللوح المحفوظ كبو قري قرمال بو قري اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سيد نبقى نغشيكي كنتم كن أو السنة انتان عرق يقول بالله أمين أي إلهي وحو البناء قادي اللوح المحفوظ كنا كبو قري قيبة سدحادوا إلهي مشيئة ديسة وحو البسيط قدوني إنو كل عايو إنو سعون عايو قيبة أولو دم بيسو حلو يقانا الخلق والإيجاد والتكوين
إلهي سبحانه وتعالى شيئا وهذه وقري ودوني سدا ودوني أيو دعيا حالتي وقت إلهي أو تلقلي يقاب أو تلقلي أيون إلهي وهي سيرا يا وقت يسي مرجع فرت قيبود يوكم ما قيبتم حلو ترى ولا راعيا أو إلهي سبحانه وتعالى قدر كيس وحاكمه الهداية والإضلال إلهي عدو طانو أيو هنونيا هنون كازنا عدو إلهي سيو وبفضله وداقيا حريص حقي سكاهاتي حقا كله ما عد إلهي وضاننا ولمنايا عد إلهي اللمينا وبعدله ظالم معها إلهي عدالة يسويه لبضع الرموت بوحي مركا أنقنايا ما دام عن صوت تقرير إن إلهي وحو البين أغاذي كذبنا وقري كذبنا سدو أبضان ودعايا إلهي سبحانه وتعالى وحو أغاذي خلق يسا أنت الشق نقنايسو إيوه أنت سعيد نقنايسو بل قفك مركو علوشه يذي كجرة وقال إلا باتن بري مركو جوقوب النبي أن نوشي ملك أصغر إلهي وحل صاري قيبتاً رحمك يا علماء أبور قوضا إنو قسو قرأيو أرنتا إيدا وإلا قرأيو قفك ميشق قدام بين مهال كيسا إنو الليبان أيو يا إنو هلاك سم أيو مركا أنت كمدى إلى الإله دين الحجة أي ندش على نظر لقي حصول مصادر كتب وسود جيه خيار وقف كسيه سجى كلا دوراني كرحمان تيوم وناجع صادر تذا النبي جن صلوات الله وسلام عليه مركو ويرادي قفوا حدع كرتا إنه آخر كأس بدله أسوى جن نظر قبل أجره إنه وعده النار توعده أما سوى النار قبل أجره إنه وعده حق جن نظر التوبة كأنه إله سبحانه وتعالى توسي آخر كيس مركز الصحابة وحكيرة يا رسول الله أفلا نتكر على كتابنا حالة مربع دا يسداتهم من كتابك اسكتل صارم وان هل كابك داين ووشا شقدر باسكتافنا مركز وحكيرة نبيك اعملوا وكل ميسر لما خلق له يعني عمل فله الدلالة عدو البيلاهي وحوه وطلق له أجلو سهل يا مركز إلهي سبحانه وتعالى مركز اللي بضع الرموض هداية يا باضي نمضى قعدت سيكجرا مدنا وفضل هي ضيق محضيه مدنا وعدل محضيه مركا تانا وحيسو قريا قيبتا الإيمان بالقضاء والقدر قضبك الطبنات والإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك وإن رمينا وحو البويذنا أدلة أي سبطي أو غيبياتك حيالها مقن آخر الحريرة وحاكم إذا وحيالها رمينا إنه إلهي عرش ليس عرشك وأكبر المخلوقات إلهي مخلوقاتك أمي وشيك أموين سكون وافق سيها إنه يهي أكبر المخلوقات هنا أرص الرياء مخلوقات كوردن وكسر الرياء الله سبحانه وتعالى عرشك يقصص الرياء طيب وحان رمينا يسدوك الكرسي كرسي عرشي وكريه كرسي عرشي مرة لا صوته وحكويني هاي وحو البو مخلوقات وقصو هاري عرشي صادرت هذا أنا أنت النوم وقته أكبر مخلوقات الله والأرض والسماء عرض يقول وحي إنها أنا أي هاي لبدا سعوين لبدا وحي كسي وين كرسي كسي وين أو حنقونا يا كرسي مرك الله فيري عرض يقول ميز سيدة قوين أو تشي سلا ساري شلين يعني سيدة سواء بابا يا سماوات كرسي مرك الله فيري كرسي أنا مرك عرشي الله فيري سيدة سواء كنا قنا يا مرك أمد والبنا أمد كخلاب وقصي سريا سماوات كرسي كبا قصي سريا تدوبة سواء مرك الله نافو كرسي أنا وحق قصي سريا عرشي إلهي آثار حصار أرطي عبد الله بن عباس يقصه أنه صحيحة كرسي وموضع القدمين إلهي سبحانه وتعالى قمضي إيسا هل كلا ديلا هاوي مركا سداسا مدينينا كرسي وموضع القدمين عرشي نوعير لا يقدر قدره إلا الله يعني أنت مدين هاي وين كيسي السعى ديسا إلهي مبايقانا وحكرا الرمي لنا الجنة والنار جنة يا نار تأين غيبيات كأي كان يكمديه نعيم القبر وعذابه
قبرك إما الروض من رياض الجنة أي نقنيا وإما حفرة من حفر النار قد قدتك نار تكمده صراطك بوندضة لمرأة نار جهنم الدشة هذا أخمان خلقك أي مري دونان أنت إلهي وقلت لك لي ومنتقين تعانى ويقود بيان أي وليب طريقة أي قد بيان أي مروا المعامل بوضا بحران تعي قاربا البرقس قد بيان قاربا سيدي الشبر كدولة قد بيان قاربا وهكذا إلى أعود بين قف دبضة بسيقة وصوم مرة وحاك قد بيا قف مركة أي نارتا كلاليب بيلا ذا هاي برق بركوانيدا سيدة أبقذن يا هريرها أي كجرا جد كاسرات كلا مرة قارب يا حك حقنا يا نو هي هي لا يا أو كقد بيا أسوق ليك دادن كدادن أيه قال هذا نهلك أسي كدادن أيه أي نارتا فرعا يا لا إن قرآن كوش شيء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ميزانك باكم إذا أعماش الميزان حسناتك وسيئاتك رمان أرمها سمو قفك مسلم كرمي أسوغون أن تهويلني أنا نكور وريدي أي اللغة باهنة قضبك كوي طبنات والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله بالأدلة الصحيحة إن قفك مسلم كرمي شفاعة شفاعة حسوك ليستي نبي شفاعة العظمى محشر انت لجوه إنه إلهي كعد صدو إن خلق إن لف الصحة وإلهي نار وطلق لنا نار تيسي آذة وحنا إلهي وطلق لنا جندنا جند الله في الصحة إيه شفاعات كري شفاعات كاس مركا وحالة كلق يبقى ذلك يا نبي إن أنبياء رمان يرسوش إلهي وحاك رقيب قليا أو إيقرا شافعين تنقنا يا ملائكة إلهي صالحين تؤمنين تأيغنا كميدة دمان مركا شفاعات كاس وإلى عيان مالين تقياما نبيك شفاعات كيسا شفاعة العظمى مركا لغا صوتكو وحاكو حكتا إنو الشفاعة ضد مؤمنين تا كميدة مسلمين تا دنبابي نار مطي إنو الشفاعة إنو إلهي نار تكعفية وحاك لو كميدة ضد إلهي سبحانه وتعالى جندا وهو تلقى لي إلى الله فصحى جندا إنا يكلم بل مركا ضدك الله فصحى جندا إلى نبي محمد شفاعة ذي سلهره وهي حرنان إيسا إلهي بو مركا بريا يا إن أفر مؤمنين ده مركا صلى الله فصحى يا وحكى لو كم ده شفاعة خاصة أو أذير كي سو شفاعة إن نار تصل كي هذا لقى سوق هذا مطالب أحب تنار تلاكين شفاعات كي نبي هنا كم ده هاي شفاعات قيبها كلو سوهر مركا أنبياء الملائكة المؤمنين إلهو حقودن بيسا شفاعة إلهي إنو إرادو أنبياء واي شفاعة دي ملائكة واي شفاعة دي مؤمنين تي وصالحين تي واي شفاعة دي وحا سوهر دي شفاعة أرحم الراحمين مركز إلهي سبحانه وتعالى نار تقو مروا البلاد هاي هل من مزيد أي إلهي سبحانه وتعالى قمدي سصاريا ويسكو أرورا إيسا نفاسك كبنانا ويسكو أرورا ويسكو إيمانا إيسا قد بإله إيسا سينما كان تلمامي حسبي مركا إلهي نوحو كسو صار يا نارتا داد مركا نوحو لن نقضي كدبا لغضا دينا يا وبلو يقانو نهر الحياة كدبا يصور نورانا يا نويصور دلانا يا نيو وقرح بذن كدبا جندا نوف صحيا مركا شفاعات كاس إذن وحي كميتاي قيبها ندول إنو نقفك مسلم كرميو كيف كيف ذي بنجونا حكمته وضبط رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق ومن أنكرها أو أولها فهو زائق ضال وهي لن تقع لأحد في الدنيا أركتدا أي أركا يا مؤمنين تا ربي غوضا أي أركا يا تيكو أركا يا جنة ويكو أركا يا وحكلو يكو أركا يا محشرك ماشي هوري أدوك الوصول أرورنا هنا ويكو أركا يا طيب مركا أركتداس وأركتي إذن إيمانياتك كمدا قلوهم باديدا أي كمدين جهمية أي معتزلة أي لحيليهن إلى إنسان أدوية لو أركين يعني آخرين لو أركين مركا أدلة قصوى أرورتي أركتدي إلهينا تأويلاتك تحريفاتك باطل كاها ونشيقين أي استعمالين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مالين تقيامه وحاكمده وديال إفايو ربي قوذنا دورا يوضعونا يو نظر ذا سحيليهن حيكو فسر الانتظار إلى رحمة الله
waxay sugayaan ilaahay naxariistiisa. Marka taana waxaa looga jawaabay nadrada markii intidaar lagu fasirayo tacadigeeda ilaa kuma gudubto, ilaa kuma gudubto. Marka haddii nadra ilaa ay ka dambayso waa nadra mushaahada, toos uu qofku daawanayo, indhihiisa lagu arkaayo. Marka aragtidaas waa aragti xaq ah, way sugayaan muminiinta ahlu sunna waljamaaca. Firaqdaas ee lumayna waxay ka mid yihiin waxyaalahay diidan yihiin. Marka qofkii markaa wuxuu yidhaahday inkira nadaradaas oo beeniya ama ta'wiiliyo, macna ayaan qaadanaynin ku ta'wiiliyona, waa zaa'iq, waa qof ka weecday wadadii xaqa ahayd, waana qof baadi ah. Aragtina adduunkan inuu ilaahay cid ku aragto weligeed ma ayan dhicin. Marka aakharon baa ilaahay subxaanahu watacaala lagu arkayaa. Qodobka inuugu dambeeyo waa karaamaatu lawliyaai wasaalixiina xaqun, karaamaadka awliyada iyo saalixiinta waa shay xaq ah. وهي كل أمر خارق للعادة كرامة، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة. وحول بأوضتك كف جعية وحان هرو دعي ديرنا ومستحيل لها دور رعو من نقضو إلى هذه كرامة، بل قد يكون استدراجا. مرحو نقونا يا قفك أيا لغسي لمنا يا دو حمان كجري ولغسي سيتدارين يا وانا إذا عضي قلوين dhib badnaay ninkii Musaylamatu al-Kadhdhab iyo ninkii kale Ubayd ibn Muqtar ahaa oo fitnooyin fara badan iyo dhibaato badan u geystay muslimiinta oo nabinimada sheegtay, way la hadli jireen waxyaala noocaas ah, in carrada iyo ciidda hareerahooda tasbiix laga maqlo iyo waxyaala la mid ah. Marka taas waa nooc istidraaj ah. Waqad yakuunu min ta'thiiri shayaatiini walmubtiliin, marna waxay noqonaysaa in shayaatiin ay la shaqeyso dadka ay wax tusiyaan, in sarraxaad ay sameeyaan, taana markaa karaamo ma aha. Mar walba markaa wuxuu yidhaahdee walmicyaaru fii dalika muwaafaqatu lkitaabi waalsunna aw cadamuhaa, waxaa lagu kala bixinaya wax inuu karaamo yahay iyo inuu yahay nooc kale oo baatil ah, inuu xaqa waafaqa alkitaabu waalsunna. Marka caqiidada ahlu sunna waljamaaca waxaa ka mid ah inay rumaysan yihiin karaamaatu lawliyaa xaqna ay tahay. waa khawaarij. Ilaahay subxaanahu watacaala markaa qofka muminka ah wuxuu siinayaa karaamaad. Karaamaadkaas waxay leeyihiin imaa lixaajatin bihi, isaga u baahan. Maryama binti Cimraan markay dhashay Ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ku karaamay geedkii timirta ahaa in la yidhaahdo ruux oon miro lahayn, timir aanan lahayn. tusaaqid calayka rutaban janiya, meesha ay ku dhashay oonan biyo lahayn allah subxaanahu watacaala muxuu yidhaahday hoostaadana keli biyo oo qulqulaayo ayaan ka jeexnay. fakulii washrabi, biyahana cab timirtana cun, waa karaama. bal waxay ahaani jirtay iyadoo gurigii ku nool zakariya wakhti aanan miro qaarkooda la helin inay miro ilaahay subxaanahu watacaala uu siini jiray, oo markuu weydiiyo annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaahi, waa risqi ilaahay i siiyey. waxaa kale oo iidana dhacdaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta uu ku karaameeyo qofka in uu isaga oo xaalad markaa culays ku ah ku jiro inuu ilaahay subxaanahu watacaala nasri siiyo, sidii saxaabada, saxaabiga Usayd ibn Xudayr oo kale habeen nabiga sallallahu calayhi wasallam inay ka baxeen agtiisa ayagoo laba ah, mugdi iyo gudcurna ay ahayd, nin walba ushi uu watay baa u iftay oo lambad iyo toosh u noqotay ilaa uu gurigiisa ka taga. markay isla socdeenna way u ifaysay, markay kala leexdeen nin walbana iftiinkii gooni uu raacay. waa karaama, waa farabadan tahay. markaa mar walba marka waxaa lagu fiirinayaa qofka ilaahay uu karaamada siinaayo salaax iyo wanaag. abuubakar sidiiq habeen marti uu guriga ku soo riyeeyey waxay sheegeen yacnii cunnada ay cunayeen meeshii ay ka qaadaan markay qaadaan inay soo buuxsamaysay, kor usoo kacaysay, cunnadiina ay ka dhargeen saxanka isagoo sidiisa ah. waxay ka mid tahay karaamaadkii bay ka mid tahay. marka karaamada markaa qofka inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku karaameeyo xaalad uu baahi u qabo, inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaameeyo mar walbana, waxaa lagu garanayaa markaa salaaxa. iyada oo markaa aan karaamo ahaynna way dhici kartaa sidaa uu tilmaamay. akhiiran almu'minuuna kulluhum awliyaa uraxmaani wa kullu mu'minin fiihi min alwalaayati biqadri iimaani, muminiinta dhammaan waa ilaahay
ayaa gargaarahooda ah oo ilaahay bay awliya iyo mutaqaana ayaa naasir iyo gargaaro u ah qof kasta oo mu'mina wilaayadaas wuxuu ka helayaa iimaankiisa intuu la eg yahay saa darteed waa lagu kala tagtagsanaanayaa ilaahayna waa lagu kala dhawaanayaa wilaayadana ilaahay muxuu ku soo koobay laba shardi keliya alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun aliimaan waaltaqwa marka qof kasta oo mu'min ah qaybta ayuu gelayaa wilaayada cidna uma xirno gooni ah labadaa shardi qof kasta oo muslim u xaqiijiya wuxuu ka mid yahay weli min awliyaa illaahi ilaahay baana u gargaarayaa xadiiskii xadiisulqudsigii fi saxiix albukhaari min xadiid abi hurayra ilaahay waa kii lahaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofkii weli awliyadayda ka mida la dagaalamo ha ogaado dagaal baa naga dhexeeya aniga isaga marka awliyada marka dhammaan mu'miniinta oo dhan baa ilaahay awliyadiisa ka mid ah qof walbana waxay ku xiran tahay haddaba si uu xaqiijiyo alla u dhowaanshaha iyo taqwada iyo salaaxa ay mar walba ku xiran tahay intaas ayaan maanta darsigeena kusoo koobaynaa waa inoo talaadada soo socoto allah subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa biasmaa'i lxusnaa wasifaatihi alcula inuu naga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين